السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. معكم اخوكم مصطفى البارودي، رجعت لكم فيديو واحد اخر. هذا الفيديو تتمه ديال الموضوع ديال الدراسه في اسبانيا، وبالاخص الموضوع ديال غرادو سوبيريور. الدراري اللي بغاو يجيو يكملوا قرايتهم كما ذكرت في جوج فيديوهات قبل، اللي بغاو يجيو يكملوا قرايتهم هنا في اسبانيا عن طريق غرادو سوبيريور. غرادو سوبيريور باش نشرحوه نزيدو نشرحو بزاف، لان بزاف ديال الاصدقاء كيقولوا لي شنو هو غرادو سوبيريور. غرادو سوبيريور غادي نشرحو لكم على الطريقه اللي عندنا في المغرب او اللي راه حتى في الجزائر، هو التكوين المهني. التكوين المهني عندنا في المغرب كاين في تقريبا جوج الحالات ولا ثلاثه. الحاله الاولى هما مالين كاتريام، يعني التاسعه، كيكون عنده النيفو كيمشي كيدير النجاره، هذوك كيكونوا لابسين طابليه زرقاء، يعني كيدير شي حرفه يدويه، ما كيقراش، يعني حرفه يدويه. هذوك يكونوا من كاتريام يعني التاسعه. بالنسبه ل عاوتاني نفس التكوين، كيكون صحاب نيفو باك وصحاب عاوتاني في المغرب نيت صحاب الباك. حتى هنا في اسبانيا كاين صحاب الكاتريام، صحاب نيفو باك وصحاب الباك. هنا دابا كندوي على صحاب الباك اللي تكنيسيان سبيسياليزي. تكنيسيان سبيسياليزي فحال هي غرادو سوبيريور. غرادو سوبيريور قلنا الشروط ذكرتها في الفيديو اللي قبل. دابا انا جيت باش نكمل لكم، باش ندويو على الخطوه الاولى باش اننا نباشروا اننا نستافدوا من هاد غرادو سوبيريور. وسمحوا لي بعض الخوت، تعطلت عليكم في الفيديو بزاف، قال لكم مصطفى ما كتكملش معنا لي فيديو كذا. حتى انا راني عندي ظروف ديال العمل ديال الكورسو ديال هذا، نتمنى بانكم تنتوما تعذروني شويه، وانا معكم والله العظيم اللي كندير اقصى ما في جهدي باش انني ندير لكم لي فيديو ونكون معكم يعني خطوه بخطوه. ورجعوني بزاف ديال الميساجات في ميسانجر، وكاين بعض الاخوان اللي قال لك راه حنا بدينا تبع معنا مصطفى، والله العظيم اللي راه معايا في الواتساب، راه دابا بغيتهم يطلعوا هنا في الكومونتير، راه معايا في الواتساب ومتبع معاهم خطوه بخطوه، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ييسر ليهم باش نكون انا مرتاح. اما الخطوه الاولى هي معادله البكالوريا. دابا غادي نبداو في الخطوه الاولى. اول خطوه، شحال من واحد كيعيط لي كيقول لك خويا مصطفى شنو اول خطوه؟ اول خطوه ندويو اليوم على معادله البكالوريا، كيفاش ترد بكالوريا معترف بها اسبانيا، ولا ترد البكالوريا ديالك كتساوي البكالوريا الاسبانيه. امر سهل وسهل بزاف، ما تاخذوش الامر بصعوبه. واش انا قريت في المغرب واش البكالوريا ديالي ممكن هي مغربيه وتولي اسبانيه؟ ممكن بان البكالوريا ديالك اللي خديتي في المغرب تولي فحال هذاك اللي شاده هنا في اسبانيا، فحالك فحالو. غير اللوازم اللي غادي نقول لك خصك تتبعها معايا. واول خطوه بزاف ديال الاصدقاء الله يرحم لكم والدين كيعاودوا لي نفس السؤال، خويا شنو هو اول خطوه؟ اول خطوه دير هي دير معادله ديال البكالوريا ديالك. فاش كدير معادله ديال البكالوريا ديالك كتكون يعني درتي الخطوه اساسيه. كما قلت لكم اخوتي، الوثائق اللي هي البكالوريا، كتشد البكالوريا ديالك وكترجمها، كديرها مترجمه. والاخ اخ سمير هو معايا، راه عنده الماستر الماستر في اسبانيا. كتاخذ البكالوريا ديالك وكترجمها، كتكون مترجمه، وديها وتصادق عليها في الاكاديميه. كتمشي للاكاديميه وكتصادق عليها، يعني ما ديرش ليها مصادقه عاديه ديال ايجليزاسيون اللي كيدار في المقاطعه. من الاحسن ديرها في الاكاديميه باش كيكون داك المصادقه معترف بها. ثاني حاجه كتمشي للثانويه ديالك اللي قريتي فيها، كتاخذ من عندهم داك الغولفي ديال 3 سنين ديال 5 6 والبكالوريا. كتاخذ داك النقط ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه، كتاخذ داك الغولفي نوت ديالك، حتى هي تكون مترجمه، يعني حتى هي تكون باللغه الاجنبيه، وحتى هي تكون مصادقه ليها. جواز السفر ديالك كدير ليه نسخه كامله وكديه وكدير ليه ايجليزاسيون حتى هو يكون مصادقه ليه، وبطاقه التعريف الوطنيه ديالك حتى هي دير لها فوتوكوبي وكتصادق عليها حتى هي ايجليزاسيون. يعني اربعه ديال اللوازم ساهل باش انك ترد البكالوريا ديالك من بكالوريا مغربيه الى بكالوريا معترف بها هنا في اسبانيا. هي كتجيب البكالوريا ديالك وكتصادق عليها في الاكاديميه فوتوكوبي، بين النقط ديال 3 سنين ديال 5 6 والباك، حتى هما ايجليزاسيون كتقليزي حتى هما، وكتجيب جواز السفر، باسبور ديالك مهم. والباسبور ديما كنأكد ما يكونش قديم، ما يكونش قرب يسالي، يعني يكون مينيموم فيه واحد العامين ولا 3 سنين، فهمتي، باش تجاوزوا بعض المخاطر اللي بزاف كيطيحوا فيها. قلنا جواز السفر تا هو يكون مصادق عليه، وبطاقة التعريف الوطنية لاكارت ناسيونال ديالك حتى هي تكون مصادق عليها. هاد الدوسي هذا، وكتمشي لأقرب قنصلية في المدينة ديالك، أقرب قنصلية، وكتدفع ليهم هاد الملف ديالك زائد 600 درهم، 12 ريال، 600 درهم 60 الاورو، يعني حتى خوتنا في الجزائر
تاخذنا شو شيباني وتريني تاخذنا في الجزائر وفي مصر كيسولوني ندويو بالاورو باش يفهمونا السين ديال الاورو في المغرب بعدا نعرف في الجزائر ما عرفتش شحال كيخلصوا كتخلصها صافي كيجي الباكالوريا ديالك اللي هنا كتجي لمدريد كيترجموها وكيقادوها وكترجع غير الا ما دفعتيش ليه من النقاط ديالك اللي كانوا النقاط ديال 5ام و6ام والباك يعني طالعين شويه راه ما كيعطيوكش ديك النقطه مثلا انت جايب الباكالوريا ديالك ب 14 كيعطيوكش 14 كيعطيوك غير هما هنايا ما كيديروش على 20 كيديروا على 10 يعني كيحطوا لك 5 5 هي 10 يعني مقبول ولا كنتي مقبول انت جايب غير مقبول النقاط هذيك يحطوا لك ديك مقبول بيرو الا عطيتيهم انت جايب 14 في الباكالوريا وعطيتيهم الغولفي ديال الغولفي نوت ديالك ديال 3 سنين فيهم النقط طالعين كيحطوا لك النقطه باش تاخذ الباكالوريا كنتي واخدها ب 14 كيديروا لك 7 ونص 7 كنتي 15 7 ونص يعني بحال هكا صافي وها هي البكالوريا ديالك صبحات بكالوريا اسباني كتعادل هي اسباني هنايا عنده البكالوريا كترجع بكالوريا ديالك انت فحالك فحالو هنا عاد غادي ندوز معكم الخطوه الثانيه اللي هي كيفاش تسجل في المعاهد داك البكالوريا ديالك شنو هما الامور اللي غادي دير وبالنسبه حتى انت واحد السؤال كيسولوني عليه بزاف واش انا عندي بكالوريا ديال 2006 واش ممكن رجعت لكم انا اقدم تاريخ اما راه كيطلعوا الدراري كيقول لك عندي بكالوريا ديال 2014 واش ممكن انا نتسجل 2014 ممكن تسجل هذاك القانون كان غير في المغرب كان كيقول لك بكالوريا عامين كتموت ومن بعد راه خرج واحد الحكم قضائي في المغرب واحد الحكم واخا ومن بعد خرج واحد الحكم قضائي نيت في المغرب مالين البكالوريا ديال 2006 كيتقيدوا دابا في لافاك في المغرب بزز على داك الدوينيو ولا اللي مكلف فهمتي لا رئيس الجامعه ولا هذا بزز كتجيب داك القرار راه معروف قرار في المغرب ديال المحكمه راه كان خرج هادي شي عامين كتاخذ داك القرار وكتسجل بزز على اي واحد واخا يكون عندك بكالوريا ديال 2006 ولا ديال 1996 ما بقاوش كيعترفوا بالتاريخ ديال البكالوريا اما قبل كان كيقول لك عامين الباك كيموت هاد هنا في اسبانيا راه نفس القضيه ما كاين لا باك قديم لا باك جديد فحالك فحال كاع عندك باك صافي راه عندك باك يعني ما نبقاوش نعاودوا نفس السؤال ديال البكالوريا ديالي قديمه واش انا عندي الحق ولا ما عنديش الحق عندك بكالوريا ديال 2013 فحال البكالوريا ديال 2017 فحال البكالوريا ديال 2018 فحال تبع غير الطرق الصحيحه باش انك تسجل وانك دير معادله يا ستارك فحال هذه نقطه حتى هي بالنسبه لبزاف عتون كيسولوني شحال اخويا غنقراو في هذا غرادو سوبيريور غرادو سوبيريور فيها فورماسيون ديال عامين فاش كتاخذ داك الدبلوم ديال عامين كما المغرب فاش كتاخذ داك الدبلوم ديال عامين كيحق لك بانك تخدم في سوق الشغل ويحق لك انك بداك عامين كتشد داك الدبلوم وتمشي تدخل ديريكتومون بغيتي تدخل للجامعه بلا ما دير سيليكتيفيداد هذاك الدبلوم بمثابه سيليكتيفيداد وبالنسبه لسيليكتيفيداد الدراري اللي باغيين بالبكالوريا يجيو ديريكت سيليكتيفيداد باقي غادي ندير فيديو واحد اخر على سيليكتيفيداد بالتفصيل ونتمنى بان اليوم ما بغيتش ندوي بزاف بغيت ندوي غير على معادله البكالوريا باش نمشي معكم خطوه بخطوه هذا فيديو ديال معادله البكالوريا موراه غادي ندير لكم فيديو كيفاش تسجل في المعهد هنا باش تجي تقرا من بعد ما درتي معادله البكالوريا الخطوه الثانيه هي خصك تسجل في المعهد وغادي نصايب لكم الفيديو وتسناوني وما غاديش نتعطل عليكم هذه المره وتحياتي لكم وما تنساوش جيم وابوني وبارطاجي باش تعم الفائده ونكون واحد الفاميليا كبيره دريم سلام اخويا سمير السلام عليكم ها ترويقو